ولو انه ماهوش ماتش ديسيزيف بالمعنى معناتها مش في الفاينل فور. صحيح الحمد لله على الفيكتوار حاجتنا به الحقيقه الماتش هذا حتى مورالمون للاولاد الكل. الماتش هذا كي ربحناه عملنا خطوه به في الدوزيام بلاس الحمد لله. ان شاء الله ما ربحناش هكاك ربحنا بمانيير معناها سواء اون اتاك ولا اون ديفونس وقت تشوف الريزلتا معناها توضح بونت ولا 8 بوان الحمد لله. بالضبط على برشا ما شفناش الكلوب تلعب مرتاحه في الدربي بالفاسون اللي شفناها اليوم. حكينا الحقيقه قبل الماتش مونتالمون الاولاد الكل مركزين حكينا عرفنا البوان فور كيف نستغلوهم صلحنا من البوان فيبل نتاعنا عدينا طرح اكسيرون بالنسبه ليا و نشكر الاولاد الكل والستاف والناس الكل الحمد لله. بشوي بشوي نحس في قاعد ترجع بشوي بشوي الفورمة. الحمد لله كي هبطت نعاون اصحابي باللي نجم و الحمد لله معايا ان شاء الله الجاي خير. ديبار جديد على الباقي نتاع المشوار البطوله والبلاي اوف. ان شاء الله بالفيكتوار هذا احنا كسبنا كما قلت لك معناها كونفونس في رواحنا ما دام ربحنا الاسبيرونس 7 بوينت وما نتصور معناها ما نتصورش حد مازال شي نجم يوقفنا معناها. غادي بالجمهور اللي حضر اليوم مع الجرينتا اللي ديناها. ما شاء الله الجمهور بالحق دز برشا اليوم نوجه لهم التحيه وان شاء الله ديما معنا واحنا نفرحوهم اللوتس سيكتور الحقيقه يحبني برشا معناها وين نحبوا برشا الحقيقه نجاوب في التيرا هذاك عليهم يحبوني سواء كي نابط لازمني نعطي البلوس الشعار اللي لابسه هذاك عليهم يحبوني على الاخر الحمد لله. يلا تمشي جوي 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 لا لانفوا غاني أحلى مين قتي عمري نبغي عمي صغري والعالم كير ربي جاني في قلبي يا الفريقي يا غالية عمري ما ننسيك عمرو بيضا عاصمية فيراج ديما معاك جوي 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 غالي ينفع غاني أحسن فريق كون أحسن فريق أحسن فريق الفريق نادي الفريقي صعب ديما ربي معاك